الأداء بقى، راضي على أداء الأهلي في الفترات الأخيرة؟ الفترة الأخيرة لا، يعني الفترة الأخيرة لا، خلينا بنتكلم بمنتهى الأمانة لا. وهو حتى موسيماني طلع في أكتر من مؤتمر بعد المباراة قال لك أنا دلوقتي بكسب أكتر من أداء، يعني بهتم بالمكسب أكتر من الأداء. وكان صلاح حفيظ قبل كده صرح وقال كده، فزي ما بقول لك في مباريات بتكسب ولا تلعب، فاهم؟ لكن هو خلاص، هو امر واقع. جمهور النادي الاهلي دايما طمع، عايز بطولات دايما، ما بيشبعش بطولات، وده حقه، خد على البطولات دايما. فهو الراجل مطالب اللي هو لما بيخسر دلوقتي بطوله، ده بيبقى عند النادي الاهلي حاجه مش طبيعيه. فالنادي الاهلي دايما متعود على البطولات. اتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي، وانا متوقع ولعبت وجربت في نفس الموقف اللي انا لما كنا بنخسر، بترجع تفوق، بتاخد بطولتين ثلاثة بعد كده، فاهم؟ ولو حصلت كتير مع النادي الاهلي، انا متوقع النادي الاهلي بعد بطوله افريقيا دي هيركز اكتر، والامور هتمشي معاه بشكل كويس. مين اللعيب في النادي الاهلي دلوقتي عايز تقول له عايز اشوفك كويس، عايز اشوفك بمستواك الطبيعي، بقالك فتره ما شفناكش بالمستوى ده؟ محمد هاني. يعني كان كويس، وبعدين لما خد بعد اصابه اكرم توفيق كان طلع كويسه جدا. لكن الفتره الاخيره مش مركز يعني، فاتمنى اللي هو يعني يرجع لمستواه، خصوصا اللي انت يعني انت وكريم فؤاد وانت اللي راكب، فاهم؟ ففرصه كويسه للراجل بيثق فيك، وبتلعب في النادي الاهلي معاك جمهور كبير وبيدعمك، وكل الناس يعني بتدافع قدامك، فاهم؟ يعني قليل لما تلاقي مثلا النادي الاهلي حد فرقه بتهاجمه، فانت اوريدي انت معاك الكوره كتير، انت اللي دايما ليك الاولويه، انت اللي دايما بتبادر، فانت كل الامور معاك، مفيش داعي خالص او مفيش حاجه تخليك اللي انت تبقى وحش، فاهم؟ فاتمنى اللي هو يرجع للمستوى الطبيعي. مين لاعب تتمنى انه ياخد فرصه اكبر في الاهلي؟ محمد محمود. لعيب هايل، بس الاصابات يعني بقاله فتره، الاصابات بقاله فتره. هو يعني حظه سيء شويه في الاصابات، كل ما يبدا يفوق وينزل تمرين يتصاب. فاتمنى اللي هو ربنا يبعده عن الاصابات ويشارك، يعني اعتقد لو شارك هيبقى حاجه.